فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الاتصالات أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. بالأمس الأخ محمد من رأس الخيمة سأل سؤالين، طبعا أجبت عن السؤال الأول وضاق الوقت عن السؤال الثاني. يقول بأن هناك امرأة يعني صلت العصر، ثم بعد أذان المغرب يعني بعدما صلت المغرب أو بعد أذان المغرب وجدت أثر للدم، يقول وجدت أثرا للدم، يسأل عن الحكم في مثل هذه الحالة. يقول لما كان في أذان العصر ما في دم، لما يعني دخل الليل بعد المغرب وجدت أثر الدم، ما الحكم؟ أخي الفاضل، الأصل الطهر في المرأة، الأصل الطهر في المرأة، ولذلك الحيض طارئ، الحيض طارئ. فإذا كانت المرأة قبل المغرب كانت طاهرة، وثم بعد المغرب بنصف ساعة مثلا وجدت أثر الدم أو وجدت الدم وهي لم تعلم أنه نزل قبل المغرب أو بعد المغرب، فذمتها مشغولة بصلاة المغرب، بارك الله فيك، لأن الأصل الطهر بالنسبة للمرأة والحيض طارئ، الحيض طارئ، ولذلك تقضي هذه الصلاة فيما بعد، بارك الله فيك. خالد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول خالته اشترت ناقة، يقول على أساس تضحي فيها، وأشركت أختها وأمها، يقول ما دفعوا الثمن إلى الآن. طبعا خالد الله يبارك فيك ويحفظك لأهلك، أنا سألتك قلت لك خالتك هذه أختها وأمها يعني هم دخلوا شراكة معها في يعني ثمن الأضحية، أم أدخلتهم هي في ثواب وأجر الأضحية؟ فاللي تبين لي من كلامك أن هي اللي أدخلتهم معها في الثواب والأجر، ولذلك لا تستحق المال منهم. ما تقولهم أعطوني قيمة الناقة، خلاص ما تستحق. لماذا؟ لأن أشركتهم في الثواب وفي الأجر معها، ومقبول هذا بإذن الله. أما لو قالوا لهم، قالوا له نحن نبغى نشترك معكم في نشترك معاك في الناقة ونشوف كم قيمتها ونتقسمها فيما بيننا، ممكن. لكن الحالة اللي ذكرت لا ما لها حق أن تطلب فلوس وهم ما يدفعون لها، لأن أشركتهم في الأجر والثواب. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا علي. الشيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، أيوه، ما هي علامات الساعة وأنواعها؟ هل كانت شيء منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهرت بعد وفاته؟ السؤال الثاني، إذا دخلت الصلاة في الركعة الثانية أو الرابعة، هل أقول التشهد معهم أم أسكت، وأيهما أفضل؟ لأن تكون ليك مسبوق الركعة الأولى، هل أقول يعني تشهد معهم أو أسكت؟ طيب، أريد أن تشرح لي حديث المؤمن لا ينجس إلى آخر الحديث. المؤمن لا ينجس. لا ينجس، نعم. طيب يا علي أبشر. مشكور. مرحبا. أم حسين، تفضل. أم حسين من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بنتي اسمها ملاك، هل حرام هذا الاسم وملعمة؟ واسم ريمات، مايا، مالك، كيك، يعني في أقارب لهم أي اسماء سمين، يعني محتارين شوي في الأسماء، كله يقول أنه حرام وكذا يعني. طيب، وهل تعليق الملابس في الحمام تعطيها شحنات سلبية؟ الملابس في الحمام؟ أيوه. نعم، يعطيك العافية. مرحبا أختي، تفضل. المطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤالين. تفضل أختي. السؤال الأول بخصوص الودائع في البنك. أي. أنا إذا عندي وديعة البنك هو اللي يشغلها، والبنك إسلامي، لكن السؤال هل علي زكاة للوديعة؟
اللي هو رأس المال أزكي عنه ولا لا بأن الفلوس تشتغل؟ طيب السؤال الثاني أنا متزوجة وساكنة في بيت أهل زوجي طلبت من زوجي أن نحن نستقل في بيت خاص فينا يعني حتى لو شقة يعني إيجار لكنه رفض فكرة الإيجار لحد ما الله يكتب لنا تطلع لنا أرض لكني أنا مضايقة من الوضع في بيتهم بسبب الاختلاط المفرط بيني وبين أخوان زوجي يعني عادي أكون مثلا جالسة في الصالة أي واحد منهم ويقعد عدالي يعني تكون المسافة بيننا أقل من متر أنا يعني الشيء هذا يعني ما أرضى على نفسي وحتى يعني له محرم لي له شيء والحم والموت وحاولت أني أنا أوصل فكرة هاي لزوجي ومشكلتهم بعد أنهم كلهم يأكلون على سفرة واحدة شباب وبنات مع بعض العيال مع حريم الأخوان والشيء هذا جدا مضايقني لدرجة أني أنا أحيانا بالأيام ما أجلس معاهم عشان ما أتعرض للمواقف أن أختلط بأخوانه بهالشكل هذا وحاولت اني اوصل الفكره لكن يعني هو مش راضي لكن يقول هاي عاداتهم انا شو اسوي فانا مش عارفه يعني شو اللي اسوي وخايفه ان قله جلوسي معاهم تسبب لي مشاكل او حساسيات خاصه انا يعني قريب من الزوجه. انت اشترطت عليه في اشترطت عليه بيت مستقل؟ انا في العقد ما اشترطت عليه. ما اشترطت. طيب يا مطر تسمعين الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. مرحبا اختي. تفضلي هند. هند من السعودية. تفضلي هند معانا. سلام. السلام يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت أبغى أسألك في شخص يقول اليوم أنا أبغى أحش اليوم أبغى أحش يعني استحالة موضوع الكلام عن الناس فلان سو فلان سو فلان عمل يقول اليوم هذا أبي أحش له أخبر الله يا رب. شو يقول ايش ايش ما فهمت يا اخت هند. اليوم هذا بحسبه يحسبه يبي يحسب هالناس يسولف فلان سوى فلان عمل وفلان قال وفلان كذا يحش يحش يعني ينمم يعني نميمه نمام يعني يبغى هاليوم هذا هو ما ينمم يبغى هاليوم هذا يبي يتكلم حوله كلام وقال انا بتكلم انا كلام كثير قدر ابغى اطلع اقوله وثاني شيء لا اختي هند اصبري اصبري الله يرضى عليك. ما والله السؤال مو واضح يعني الان في شخص عندكم تقولين قالوا له يعني ما. هو يقول بتكلم اليوم يعني يقول بتكلم بالناس يعني ايوه لا يا شيخ في مره جات في مره جات في مجلس حريم ايوه وتكلم على الحريم جاب الكلام وقالت انا عندي كلام انا ما طبيعي احش ما طبيعي اتكلم عن الناس أيه؟ بس اليوم خلتني ابغى اتكلم اليوم بطلع كل اللي بقلبي اي فلانه سوت فلانه اللي جيت قالت لي كذا وانا اصلي يتكلمون عني يقولون كذا وكذا وكذا يعني تكلمت هذا يعني مش عليه. طيب سؤال وثاني شيء ايوه ثاني شيء يا شيخ يعني الواحد عادي يدخل يتوضا بدون دورة مياه اذا طلع منه ريح وكذا كيف يعني من دون استنجاء يعني ايوه بدون ما يدخل الحمام يعني بس يطلع منه ريح وكذا. طيب وثالث سؤال يا شيخ عن الواتساب والسناب هذا هي مره تحط يعني كل شيء تنزله كذا وقلت لها انا كلمت معها قلت هذا مو زين وكذا وفي ناس ما يذكرون الله يعني انا جالسه مجلسهم وانت تخصيني يقولون يا كبر حظها وكذا وكذا قلت لها قالت لي ردت علي قالت فلانة وفلانة وفعلا احنا في كلامها قلت لا ما هي لا فلانة ولا فلانة انا لوني انا اذكر الله يعني مو زين انا لوني انا يعني اشوف الشيء هذا ما اذكر الله احيانا ومو زين كذا ويعني هذا تعتبر حش او شيء شيخ او كذا. طيب يا هند تكلمت علي اختي قالت عم خصي واحد لا تعمين العالم كلها قلت لا يعني لو كنت انا لاني انا ما ابغى اقول فلانه وفلانه يعني هي وش تحط في الواتس والسناب وش تحط هي تحط خصوصياتها يحطون يا شيخ يحطون اطفال يحطون الاكل يحطون كل شيء يعني يا شيخ ان شاء الله يا هند تسمعين الجواب ابشر عطاك العافيه مرحبا مرحبا تفضل يا اروى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي
استفسار دكتور إذا أمكن. بالنسبة لوالدتي في كل سنة مرة تتعالج في مرفق صحي حكومي علاج طبيعي، والمعالجون هم أمناء ومخلصون. في بالها يعني في بال والدتي إذا انتهت من العلاج الطبيعي هل جائز من الناحية الشرعية أن تقدم لهم هدية ليس نقود وإنما حلويات أو شيء من هذا القبيل؟ فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ وبارك الله فيكم. وفيك بارك. نعم تفضل أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عساك بخير. بخير وصحة الحمد لله. أبك في الله. جزاك الله خير. بس مسلم عليك فقط. الله يسلمك يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. لأني ما سمعت صوتك من زمان يعني. لا صوت يوميا ولله الحمد موجود. بس الظاهر احنا ما سمعنا صوتك. الله يحفظك جزاك الله خير. طيب طيب. نكتفي بهذا القدر. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل عن علامات الساعة، يقول ما هي علامات الساعة وما أنواعها، يقول هل كان شيء منها يعني موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا يا أخي الفاضل، العلامات علامات جمع علامة، والمقصود بعلامات الساعة يعني أشراط الساعة. يقول جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. والله جل وعلا جعل ليوم القيامة علامات، لأن يوم القيامة لا يعرف موعده إلا الله عز وجل. ولذلك من الأمور التي خص الله جل وعلا نفسه بعلمها وأخفاها عن خلقه يوم الساعة. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولذلك لما جاء جبريل في سورة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من جملة ما قال، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها وعن أشراطها. وعلامات الساعة على نوعين، علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فكثيرة، ومنها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات الساعة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات كثيرة من علامات الساعة. طبعا الأحاديث هذا منها ما هو صحيح وهو موجود ومعروف لله الحمد، ومنها ما هو ضعيف الإسناد، ومنها ما هو مكذوب. يعني هناك من تزيد في مثل هذا الأمر وأشابه بشيء من الكذب، لكن الحمد لله هناك جهود حتى للعلماء في قضية حصر وتتبع علامات الساعة، وفي مصنفات بعضها أكاديمي وبعضها شخصي لبعض العلماء، واجتهدوا في مثل هذا الأمر. العلامات الكبرى عشرة، العلامات الكبرى عشرة. مما يميز العلامات الصغرى عن الكبرى أن العلامات الصغرى أمدها طويل، أما العلامات الكبرى فإذا وقعت أولها تتابعت مثل عقد انفرط نظامه. شفت السبحة أو العقد اللي فيه خرز، بمجرد لو يقطع تتتابع، فيكون قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون سريعة. وهناك العلامات الكبرى هذه عشرة، منها علامات سماوية ومنها علامات أرضية. هذا بإجمال بارك الله فيك فيما يتعلق بعلامات الساعة. طبيعة الحال من المنهج الشرعي والمسلك الصحيح أن الإنسان لا يجزم على شيء مستقبلي لم يقع يقول هذا من علامات الساعة، إذا وقع وانتهى يقول هذا من علامات الساعة، ينزل عليها النص. أقول هذا الكلام للأسف الشديد، بعض الناس الآن عندهم من الجرأة الشيء العظيم الذي يجزمون بأنه في العام الفلاني سيحصل كذا، في السنة الفلانية سيحصل كذا، وهذا قول المبطلين، هذا قول الأفاكين، هذا قول من لا علم له، هذا قول من لم يقترب من 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 الوحي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقترب من فهم السلف الصالح كالصحابة والتابعين. ووجد في الأمة للأسف الشديد من يحدد موعد الساعة، وتعرفون قبل سنوات هؤلاء الكذابين قالوا والله الساعة ستقوم عام 2000 وكذبوا. الآن نحن في 2017، قالوا الساعة ستقوم كذا وكذا في عام 2004، يجزمون يقول لا هذا الذي قصده نسوه، هذا كذب. العلامات الساعة لا يجوز للإنسان أن يجزم بأنها ستكون في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية، وإنما إذا وقعت قال هذه العلامة علامة الساعة. وعلامات الساعة هي حقيقة من القدر المخبر عنه، وليس من الشرع المأمور به. يعني الله عز وجل لما أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا، هذا من قدره الذي سيحصل، ولكن الإنسان لا يجوز له أن يطلبها طلبا
شرعيا وأن يسعى في طلبها وأن يبحث عنها وأن يبذل الوسائل، لا، هذا من القدر المخبر عنه وليس من الشرع المأمور به. فتنبه لمثل هذه الأمر يا أخ علي، وأيضا كل من يشاهدنا يتنبهون مثل هذا الأمر. وهذه قاعدة اجعلوها عندكم، لو قرأتم كتاب أو سمعتم شخص مثلا يقول سيحصل كذا وكذا، هذا عراف، هذا كاهن، هذا دجال، أو أنه جاهل متهوك يريد فعلا أن يبرز على ذكر الغرائب وذكر الأشياء، هذا ليس من دين الله وليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذوها قاعدة معكم، يعني بدل ما الآن أغلب الناس وللأسف الشديد يضيع يقول والله الكتاب الفلاني، ويقول والله الفيديو الفلاني والمقطع الفلاني، يا أخي خلي عندك قاعدة، قاعدة شرعية الحمد لله. هذه طريقة الصحابة، طريقة العلماء، ما يقولون والله السنة الجاية بيحصل كذا، هذا من علم الغيب. كيف الإنسان يقول سيحصل ستنزل العلامة الفلانية؟ هذا من علم الغيب. ولذلك أنت لما تعتصم بهذه القاعدة تستطيع تكون في أمان، وتستطيع أن تعرف هذا مبطل وهذا محق لما يأتي مثل هذه الجرأة، نسأل الله العافية والسلامة. علي بارك الله فيه يسأل يقول إذا دخلت يعني المسجد في الركعة الثانية أو الثالثة، يقول بالنسبة للتشهد هل أذكره أم أسكت؟ أخي الفاضل، ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة صمت، إلا ما يأخذ الإنسان فيه النفس للقراءة، أما بقية أركان الصلاة وبقية هيئة الصلاة كاملة فكلها فيها قراءة، ما بين قراءة آيات قرآنية وما بين ذكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا دخلت الركعة الثانية، يعني الآن هي بالنسبة لك الركعة الأولى والإمام الركعة الثانية، تجلس معه وتأتي بالتحيات، تأتي بالتحيات كاملة ولك سنة. ولو جئت في الركعة الثالثة، الركعة الرابعة التي هي الثالثة لك أنت مثلا أو الثانية لك مثلا، عفوا الأولى لك، يعني لو جئت في الركعة الرابعة هي الأولى لك، فتجلس مع الإمام وتأتي بالتحيات كامل وتدعو أيضا، إذا أطال الإمام مثلا القراءة التحيات تدعو، فليس في الصلاة صمت ولا سكوت. وهذه الأذكار كلها سنة تكون لك لأنك قلتها في غير مكانها الذي بالنسبة لك أنت، وإنما تابعت فيها الإمام. علي يسأل يقول يريد شرح لحديث المؤمن لا ينجس. أخي الفاضل، نعم، هذا حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جنبا، فلما ولم يكن قد اغتسل بعد، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمامه في الطريق انخنس حتى لا يلاقي على جنابه، فلما عاد سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي أذهبك؟ قال كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. ولذلك عندنا الجنابة، الجنابة حدث معنوي، وهو الجنابة هي وصف معنوي قائم في البدن، وليس أمر حسي مادي، لا، وصف معنوي قائم في البدن يمنع الجنب من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، هذا هو المعنى. ولذلك أخي الفاضل، الجنب الآن ليس بنجس، يصافح الناس ويسلم على الناس ويأكل ويشرب وعرق طاهر. المرأة الحائض ليست نجسة، الحيض هذا خروج الدم يكون يوجب إيش؟ ما الغسل، وهو حدث يجعل المرأة لا تستبيح العبادة إلا بعد الطهر والاغتسال. ولذلك عرق المرأة، سؤر المرأة الحائض وعرقها، كما أن سؤر الجنب وعرقها يعني لعاب، كل هذا طاهر ولله الحمد، هذا هو المعنى بارك الله فيك. وعموما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. والصحيح أيضا من أقوال العلماء حتى الكافر لا ينجس النجاسة البدنية، النجاسة الحسية، وإنما نجاسته نجاسة اعتقاد، كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس. جماهير أهل العلم باستثناء ابن حزم يذهبون إلى أن الكافر نجاسته نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية، يعني خبث العقيدة، هذا المعنى. أما بدنه طاهر، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة جرت الماء. ومعلوم بأن النساء قديما لما يأتون بالماء يأتونها بقرب ويضعونها على الإبل أو على الحمير، فيأتي على أبدانهم شيء من الماء، فتوضأ منها عليه الصلاة والسلام وأكل عند المشركين عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى بارك الله فيك.
أم حسين تسأل تقول يعني عندها بنت اسمها ملاك، تقول ما حكم التسمية بهذا وما حكم التسمية يعني بأسامي ريماس ومايا وغير ذلك. يا أختي أم حسين الله يرضى عليك ويبارك فيك ويخلي لك البنية هذه ويصلحها وينبتها نباتا حسنا. أختي الفاضلة عندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، عفوا في باب الأسماء، في باب الأسماء أسماء يعني الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى الناس كان الناس عندهم طبعا أسماء كما عند بقية البشر، وهذه الأسماء منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. أما الصحيح فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اسم عبد الله واسم محمود واسم عبد الرحمن واسم زيد واسم جعفر واسم العباس وعلي وعمر وعثمان وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الأسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الأسماء المعبدة لغير الله، كل اسم عبد لغير الله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني الاسم الذي يحمل تزكية، الاسم الذي يحمل تزكية مثل برة، برة مثلا هذه فيه تزكية ولذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام. الاسم الذي يحمل يقود إلى التشاؤم والعياذ بالله مثل اسم حزن مثلا غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، مثل يعني بعض الأسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأسماء القبيحة، القبيحة التي يعني ربما تلتصق بصاحبها كلقب والعياذ بالله غيره النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأسماء الذي فيها مزاحمة لما خص الله عز وجل نفسه من حيث الحكم، يقال عبد الحكم مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره، قال ما أكبر أولادك، يقول للرجل طبعا قال لماذا سميت بعبد الحكم أو كنيت بأبي الحكم أو بعبد الحكم، فقال كانوا يختصمون وأحكم بينهم، قال لك أولاد، قال نعم، قال أكبرهم قال شريح، قال أنت أبو شريح، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأسماء التي تغير ما كان يعتقده أهل الإشراك، تعرفين بأن المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، ولذلك أهل العلم يقولون يكره تسمية البنت بملاك، قالوا لأن هذا من جنس ما كان يعتقده بعض المشركين، لأنه كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فقالوا الملائكة بنات الله، فملك كأنه يعني فيها شيء من هذا، فيها مشاكلة، ولذلك الأفضل والأكمل إذا كانت البنت صغيرة غيروها بارك الله فيك حتى لا تدخل، لأن أحيانا كثير من الأولاد يعيش صراع لما يكبر، يعيش صراع مع اسمه بحيث أن يأتي من ينتقده، يأتي من يعيبه، يأتي من يورد عليه مثلا حكما شرعيا، يقول والله أنا سمعت الشيخ يقول كذا وكذا مثلا. لكن إذا كانت كبيرة وكذا فبعض أهل العلم يقولون يعني تترك. وقضية الأسماء أيضا الأجنبية يعني اللي ذكرتيها أنت بارك الله فيك، هذه ليست من أسماء أهل الإسلام وليست من أسماء العرب وليست من الأسماء التي يعني هي متعارف عليها عندنا، هذه طارئة، وسبب ذلك التقليل أو سبب ذلك التباهي أو سبب ذلك التميز. أحيانا بعض الناس الآن يسمي أولاده يريد أن يتميز عن المجتمع بأسماء غريبة وأسماء شاذة، ما في داعي يا إخوان، يعني ما ضاقت الأسماء كلها إلا هذا الاسم، ضاقت الأسماء الموجودة الآن في دنيا أهل الإسلام وفي العرب مثلا إلا الاسم الأجنبي، تأتون بالاسم الأجنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى مثلا قضية التسمية بتسمية الذكور قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها همام والحارث، وكذلك النساء يعني ما في أجمل من أن يتسمى أو أن تسمون بناتكم بأسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابيات، النساء اللائي يعني كان لهن دور كبير في الإسلام، خديجة وعائشة وحفصة ويعني صفية وكذلك زينب وبقية الأسماء وفاطمة وأيضا خولة وغيرها من الأسماء، والأسماء التي فيها فأل يعني بعض الأسماء أمل وكذا، هذه أسماء طيبة بارك الله في الجميع. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم فانتظرون. إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حياكم الله من جديد. أم حسين بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن تعليق الملابس في الحمام
يعني يعطيها شحنات سلبية. لا يا أخت الفاضل، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات ومن الهرطقيات التي لا قيمة لها. لا تلتفتوا لمثل هذا الكلام، تعليق الثياب في الحمام أو المناشف ما في شيء أبدا. وهذا هؤلاء الذين عبثوا الآن بعقول الناس وقلوب الناس، أصحاب الطاقة ومسائل السلبيات وكذا، هذا كله من الكهانة ومن العرافة ومن الدجل. فاتركوا هذه الأمور والتجئوا إلى أهل العلم وإلى النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسألوا إلا أهل العلم. للأسف الشديد الآن بعض الناس يأخذ الأشياء الشرعية من غير متخصصين، يأخذها من أناس يعني مجاهيل، إما مجاهيل حال أو مجاهيل عين. فيا أخت الفاضل هذا أمر لا تلتفتين له. أم مطر بارك الله فيها من العين تسأل تقول بالنسبة للودائع التي في البنك، يعني الودائع التي يظهر حسب ما ذكرت بأنها التوفير، يعني تقول هل علي الزكاة فيها؟ نعم يا أخت الفاضلة، أي مبلغ تضعينه في البنك أو في الصندوق عندك أو شيء وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب يجب فيه الزكاة. حتى لو كان الآن تقولي والله أشغلها الآن، يعني حاطتها في حساب توفير وشتغلون لك، تقول مصرف إسلامي وأنت واثقة منهم وشغلون، إذا جيت آخر السنة يجب عليك أن تزكي جميع المال، جميع المال، حتى لو الأرباح دخلت عليك قبلها بيوم واحد. لو نفترض الآن الحول نقول في رمضان، قبل رمضان بيوم دخل عليك أرباح تضيفينها إليها وتزكينها، لأن الأرباح هي نتاج رأس المال هذا، ولذلك تضم إليها وتزكى. بارك الله فيك. أم مطر يعني ذكرت يعني مشكلة تعانيها في مع زوجها، تقول بأنها متزوجة حديثا وتسكن مع زوجها مع أهله، وتقول بأن البيت يعني فيه اختلاط وما في عندهم ذيك الأشياء التي يعني تراعى مثل الجوانب الشرعية. وتقول أنا طلبت من زوجي أني أستقل في البيت وهو رفض وقال هذه عاداتنا وتقاليدنا. تقول يعني حمواني يأتون ويجلسون أمامي ما بيني وبينهم إلا متر، يعني تصعب علي الحركة داخل البيت، أجلس أيام ما أشوفهم، يعني سفرتهم واحد وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما العمل في مثل هذا؟ يا أم مطر أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي زوجك، صلى الله عز وجل أن يفتح عليك بالخير وبما فيه بقائك مع زوجك وأن تعيش عيشة سليمة وصحيحة بعيد عن المنغصات. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت لك الحق، حق مشروع للمرأة أن تطلب بيت مستقل، هذا حق مشروع لها، كفلت الشريعة ذلك والقانون يكفل ذلك أيضا. فالمرأة لها البيت الشرعي. ولذلك يا إخواني الأزواج، عندنا الآن ظاهرة موجودة في مجتمعنا اسمها ظاهرة الطلاق، وحقيقة أنا من يعني لي دراسة استقرائية لمثل هذا الأمر، وهناك حقيقة جملة من الأسباب، من ضمن الأسباب التي وصلت إليها من خلال معايشتي للمجتمع، من خلال معايشتي لأسئلة المتصلين والمتصلات، من ضمنها وليست هي الوحيدة حقيقة عدم استقلالية المرأة في بيت. أنا لا أدعو إلى ذلك، بعض الأزواج ما يستطيع، بعض الأزواج يحتاج أن يكون مع والده، عنده أم وأبوه مثلا، من الخطأ أنه يخرج. لكن بعض الأزواج عايش في بيت ما شاء الله اللهم بارك في 5 6 7 أو 2 3 والوالدين الحمد لله في صحتهم وعافيتهم وغير محتاجين إليه، ومع ذلك يصر إصرار كبير جدا على أنه يبقى رغم وجود بعض المخالفة ورغم تأذي المرأة. ولذلك حقيقة تنتج عن هذه الأشياء كثير من المشاكل التي تقود إلى مثل هذا الخلاف والصراع وتؤدي إلى الطلاق. فأنا رسالتي للأزواج، إذا يعني بعض الأزواج يعتقد بأنه إذا خرج من البيت يعني أصبح عاق وأصبح قاطع رحم، هذا غير صحيح. صحيح تكون عاق وقاطع إذا أنت قطعت والديك، إذا أنت فعلا قصرت بحق الوالدين. صحيح تكون مخطئ إذا كان أنت الوحيد لوالديك، أنت وحيد والديك وكبار في السن ويحتاجان إليك، صحيح أنا أؤيدك على هذا. لكن اللهم بارك الأسرة الأولاد يعني كثر والزوجة بحاجة أنها تستقل في بيت، ما المانع يا أخي الفاضل؟ والحمد لله عندك القدرة المادية، فهذا حل من الحلول. فيا أختي أم مطر بارك الله فيك، أنصحك بأن تصبري وأن تطيل النفس، توسع صدرك، وأن تنصحي زوجك باستمرار، وأيضا أن توجهي له يعني بعض التوجيهات والحلول. وأيضا ممكن أن تشارك بعض أفراد الأسرة بمثل هذا، يعني لو كان هناك مثلا أم أو بعض خوات المقتنعات بالفكرة أنهم ينصحونه يا أخي ما يعني أن يضع بيت مستقل حتى تأخذ المرأة راحتها وحريتها، وأيضا
ألا يكون هناك شيء من العقبات التي تنغص عليها حياته، أو يرشد إرشاد من جهة أخرى مثلا، أو هو يستفتي ويجلس بين أهل العلم، أعتقد بهذا إن شاء الله ستنحل الأمور. تفضلوا. تفضلوا أم أمين من فرنسا. أم أمين، ها شوف غيرها، يلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، تفضل يا أختي. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول معلق بال هي كفارة، عندي كفارة، وأنا سألتك من زمان وقلت لي باللي ثم شهرين متتبعين ولا طعمي 60 مسكين. دونك ثم انا ما قدرت، ولا 60 مسكين انا هنايا في فرنسا ما لقيتش 60 مسكين اللي نطعمها. يا ام امين، وبغيت نسالك واش يا شيخ، انا نعطيتهم دراهم جايزين. يا ام امين الله يرضى عليك، انا لا اقول ابدا، لا اقول ان الواحد يصوم شهرين ويطعم 60 مسكين، ابدا ما اقول هذا لا الكلام. لا لا ها لا يا شيخ، لا قلت لي تصومي شهرين ولا ما قدرتش نصوم شهرين متابعين. طيب ان هذه هي. طيب انت الان ما استطعتي تصومين شهرين. ايوه. طيب انتقلت الى الاطعام، ها مازال ما طعمتش على هذاك الشيء اللي نقول لك، قلت لك ملي ما لقيتش 60 مسكين اللي نطعمها، هل يمكن نعطيهم دراهم هاد جايزين؟ لا لا لا، لابد اطعام، ترسلينها اذا ما وجدت عندك فقراء ومساكين ارسليها الى بلدك في الجزائر، هناك أيوة. هناك يطعمون عنك 60 مسكين. ايوه. وناظر وك يا شيخ، ما انت يا كفاره، لكن نصوم كما اليوم انا سمع عاشوراء ونصوم الشوال ونصوم، هل جايز للصيام؟ عليك كفاره يعني؟ يعني في كفاره، لكن نصوم نقولوا كما اليوم عاشوراء وعرفه وشوال، نقولوا كفاره، هل جايز لي؟ كفاره نذر؟ لا لا لا، وي انا بيا كفاره حقيقه، كفاره صرا فيا جمع مع زوجي يعني كمان صيام شهرين متتابعين. ايوه. طيب انت تصومينها ولا ما تستطيعين؟ لا ما استطعت. يعني الان تقولين انا ما استطيع، لكن ممكن اصوم عرفه وعاشوره وكذا. ايوه. طيب. انصوم راني من اليوم راني صايمه عاشوره ونصوم عرفتكم، هل جايز لي؟ طيب ان شاء الله يا ام امين. نعم. وسؤال ثاني يا شيخ على زكاة المال. ايوه. انا دائما نخرجها في هذا الشهر في 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 في, في المحرم، لكن انا سالتك في الفاكانس وقلت لي باللي نجم نسبقها لخاطر مشيت لبلدي الاصلي وعندي مساكين تما سبقتها عليهم، نقولوا هذا العام سبقتها. هل العام المقبل اللي ربي خلينا حيين دايما نعاود نسبقها، نعاود نخرجها في في هذا الشهر نقوله في المحرم؟ انت اخرجتيها او لا؟ ايوه خرجتها يا شيخ، خرجتها في 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 هذا الشهر في العطله. طيب في محرم اخرجتيها؟ ايوه. طيب السنه القادمه ايش تسالين عنه؟ لماذا السنه القادمه تسالين؟ سبقتها هذا العام، سبقتها قدمتيها يعني. أيوة. طيب طيب أبشري. شكرا. تفضلي أم منصور. أم منصور تفضلي. ألو سعد. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أني أصوم عاشوراء بروحه بدون ما أصوم يوم قبله أو يوم بعده؟ طيب. والسؤال الثاني عن زكاة الذهب، الذهب اللي أنا ألبسه للاستخدام اليومي، هل عليه زكاة ولا لا؟ طيب. شكرا يا شيخ. مرحبا أختي. فضي راشد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا شيخنا، الله يسلمك. عندي حرمة تسأل، تقول الصور زينة في البيت، قلت لي الصور يعني في حطاها في الشنطة، يعني صور أبوها أخوها ما أعرف حطها في الشنطة، وتقول يعني أحد أسأل لي الشيخ عنه عن الميت. إيه عن الميت. ها ميت، ها وصور عنده. طيب يا راشد. زين ما نزين. طيب يا راشد. ما معلقات بس في شنطة بس. إن شاء الله إن شاء الله. بس جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. شيخ معي. أم حسين تفضلي.
من ليبيا. بارك الله فيك. أي من ليبيا يا شيخ. مرحبا. نبي نسأل يا شيخ. أنا عندي أخوي متوفي. أي. عندي أخوي متوفي وقبل بوي متوفي. أي. هذه هل يورتوش غير أخوي ولا ما يورتوش؟ يلا ما خالف إن شاء الله. لأن هو إحنا عندنا أخو واحد بس. هو واحد بس ما عندنا زوج صوت يعني يرتوس اخوي ولا ما يرتوس. ان شاء الله تسمعين الجواب. عندك سؤال ثاني يا ام حسين؟ بارك الله فيك. ان شاء الله ربي يسلمك وربي يحفظك يا رب العالمين. جزاك الله خير. الهند بارك الله فيها من السعوديه تقول يعني في امراه جالسه مع حريم وكذا وتكلموا وجابوا يعني كلام وكذا، قالت انا اليوم لازم اتكلم وتبدا تتكلم بالنميمه، قالت كذا وقالت كذا وطلعت سؤال في الناس وانشرت أشياء وكذا، تقول ما الحكم؟ حرام حرام، ما يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستفزه الذين لا يوقنون. إذا كان الناس تكلموا وإذا كان الناس اغتابوا وإذا كان الناس والعياذ بالله كذب يروح يكذبه يروح ينمه، هذا ما يجوز، حرام. يعني الآن استفزها الشيطان واستفزها الذين لا يوقنون ووقعت في الحرام وصارت تضرب عامي على شامي وتقول هذا قال وهذا فعل، يعني شربكت الأمور شربكت الأمور. يا أخواتي يا أخواني اتقوا الله في أنفسكم، ما يجوز للإنسان أن ما يسيطر على نفسه أمام مثل هذه الحالات. طيب متى يتميز الصالح من غيره؟ الآن امرأة صالحة وطيبة وماسكة عمرها وماسكة نفسها وفي لحظة غضب انشرت الغسيل وفضحت النساء وطلعت الأخبار. طيب استوت هي وإياهم، أصبحوا سواء، أصبحت هي وإياهم سواء، يعني هي تميزت بالدين والعقل بلحظة واحدة، ضاع دينها وعقلها وبدأت تقول مثل الكلام هذا، ما يجوز. تتق الله وتتوب إلى الله وتستغفر الله. إذا كان هناك مشكلة واحدة هي خلت 10 مشاكل أو أكثر بعد أو أقل ما ندري، يعني كان واحد يتكلم أو اثنين هي راحت جابت الأول والتالي مثل ما يقول، هذا حرام ما يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، عليها التوبة إلى الله والاستغفار. وإذا كان مثل هذه المجالس تسبب لها مثل هذه المعصية تترك هذه المجالس ولا تجلس معهم، تفارق هذه المجالس وتخلو بربها وبقرآنها وبصلاتها وبذكرى لله عز وجل وتهتم بعيالها وبزوجها وبيتها. للأسف الشديد الآن بعض الناس مضيعين الحقوق والواجبات، حق الله عز وجل ضايع وحق الزوج ضايع وحق الأولاد ضايع وحق البيت ضايع وشغلتها قيل وقال وتجمعات نسائية غيبة وحش وكلام في الأعراض وكلام في الناس. طبعا هذا مو بكل الحريم، في يوجد وللأسف الشديد أبدا ما تقضي وقتها إلا على معصية وكأن الشيطان يقودها إلى هذا المجلس يعني ويرغمها على ذلك. لا، المرأة إذا شافت مجلس دائما مجلس غيبة ونميمة وحش وقيل وقال، هذه مجالس شيطانية، هذه مجالس شيطانية ما يجيها الإنسان إلا إذا والله قادر على أن يغير. طيب أما ما يقدر يغير لا ما يجوز، يروح يخلو بربه وبيته ويقيم الحقوق والواجبات اللي الله عز وجل أمر بها. هند تقول ممكن الإنسان اللي خرج منه ريح ما يستنجي يتوضأ مباشرة، ممكن الريح طاهر، خروج الريح من الإنسان يقول العلماء الريح حكمها طاهر ولذلك ما يحتاج أن الإنسان يستنجي يتوضأ مباشرة. هند أيضا عادت في سؤال آخر حول هالمسألة، هذه مسألة الواتساب والسناب شات، وتقول بعض الناس يعرضون صور طعامهم وعيالهم وكذا، وتقول إني صحت وحدة ورفضت، قلت أنا يمكن أحيانا أنا ما أذكر الله لما يجي مثل هذا الشيء، تقول يعني هل هذا الكلام يعني حصلت في إثم أو شيء؟ هذه نصيحة، نصيحة لكن ما تتجاوزين يا أخت الفاضلة. أنت قولي لها يا أخت الفاضلة السناب شات ونشر خصوصيات البيت هذا ما يجوز، ما يجوز. الله عز وجل خلق للناس بيوت حتى يحفظون أسرارهم وخصوصياتهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الآن وللأسف الشديد بعض الناس هو اللي عرض خصوصياته على الناس، هو اللي عرض ما أسراره على مش جيرانه بس، على الخلق كله من خلال هذه الوسائل للأسف الشديد، وهذا لا شك بأنه مزلق خطير ويدل والعياذ بالله على رقة الدين وخفة في العقل، قلة في العقل. ما أنا ما أفهم والله إنسان يجي ينشر طعامه وأكله وغرفة نومه وينشر صور عياله، اتقوا الله في عيالكم، ما تدرون العين حق مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك خصوصيات الإنسان في بيته، وربما كثير من الجرائم وقعت من خلال نشر بعض الأشياء الخاصة. هناك أهل إجرام
وأهل عرامة وأهل الخبث ومكر يدخلون عن طريق هذه الوسائل إلى بيوتات الناس، وربما والعياذ بالله ترتب هناك مشاكل كثيرة وأمور لا ترضي ولا وأيضا ربما والعياذ بالله تجر إلى جريمة صغيرة إلى جرائم كبيرة، واللي يشوف حوادث الناس ويقرأ ويطلع يعرف هذه الأشياء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أروى من العراق تقول والدتها في يعني كل سنة تتعالج في مرفق حكومي ويقومون بخدمة طيبة لها، تقول ممكن يعني بعد انتهاء فترة العلاج أن تعطي العمال هدايا. يا أخت الفاضل انصح الوالدة لا تعطيهم، وإنما تدعو لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، وهؤلاء لما قاموا بهذه الخدمة ما قاموا فيها من تبرع من عند أنفسهم، قاموا لأن هذه وظائفهم والدولة تعطيهم رواتب. فلما تأتي الوالدة وتأتي المرأة الثانية يفسدون أخلاقهم ويدنسون أمانتهم، يعني ممكن تجي غير الوالدة ما عندها قدرة على الهدايا، ها، فربما يعاملونها معاملة أقل من معاملة الوالدة، يبدون يميزون في التعامل، وهذا الذي أفسد كثير من العمال، كثير من الموظفين على الدولة وعلى المؤسسات وعلى المنشآت وعلى الشركات بمثل هذه القضايا. ليش قال رسول الله هدايا العمال غلول؟ لأن هذا عامل يستحق أجرة من الدولة تعطيه الدولة، فلما آتي وأعطيه يعني مثل هدايا هذه النفس ضعيفة، ولذلك هذه الأنفس قد تكون عالية وسامية فتصغر وتتقزم أمام الهدايا، فيبدأ ما شاء الله المرة الجاية إذا جت الوالدة يهتمون فيها اهتمام VIP مثل ما يقولون VIP، ها، والمسكينة هذه اللي ما عندها شيء لا ما ربما أهملوها. ليش؟ لأن ما عنده هدايا. فيا أخت الفاضل وصية، قولي لها تقولهم أنا أدعو لكم، الدعاء طيب وأفضل من الهدايا. طيب أم أمين من فرنسا بارك الله، أم أمين بارك الله فيك، ما دمت أنك لم تستطيع الصيام فانتقلي إلى الإطعام. تقولين والله أنا أستطيع صيام عاشوراء فقط وصيام عرفة فقط وما أستطيع التواصل، ما في شيء بارك الله فيك، ما في بأس بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة بالنسبة لزكاة المال، أنت تقولين بأن قدمتيه في الإجازة هو في محرم، السنة الجاية إذا أحببتي أنك تقدمين طيب، إذا ما أحببتي تخرجين في محرم، بارك الله فيك. أم منصور يجوز يا أخت الفاضلة الصيام يوم عاشوراء، أنا أستعجل في الجواب لأن ما بقي شيء وبكرة عندي حلقة تسجيلية. أم منصور يجوز صيام يوم عاشوراء فقط، يجوز صيام يوم عاشوراء فقط والأفضل صيام 9 و10. بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس في أصح قولي أهل العلم ما في زكاة، الذهب الملبوس الذي تحلى في المرأة ما في زكاة، بارك الله فيك وهذا هو الصواب. راشد بارك الله فيك، يعني الأفضل لأم العيال أو البنات الصور صور الموتى يشيلونها، ولكن كونها موجودة في الشنطة مقفلين عليها أهون، لكن أهم شيء لا ينسون الميت من الدعاء، هذا حق الميت على الحي. أم حسين تقول بأن أخوها توفي قبل والدها، وهل الآن أولاد الأخ يرثون؟ أخت الفاضلة جماهير أهل العلم يقول ليس لهم نصيب في التركة إلا على سبيل الاستحباب، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعض العلماء يقول لا، هذه اسمها الوصية الواجبة، يعطون قدر الثلث فأقل، الثلث فأقل، هذا يقوله بعض الفقهاء من السلف ويعمل في بعض القوانين في بعض البلاد الإسلامية، لكن الأصل أنه لا يستحقون هذا وجوبا، أما استحبابا فيجوز. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، سامحونا زدنا شوي، لكن إن شاء الله غدا لي معكم لقاء حول حلقة تسجيلية عن يعني جوانب اسمها احترام التخصص وكيفية أن بعض الناس وللأسف يدخل في تخصصات الآخرين. أرجو الله أن تكون نافعة وتستفيدوا منها. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم